السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محدثكم دكتور مجدي عبد الله، استاذ الانف والاذن والحنجره، كليه الطب جامعه الزقازيق. النهارده الموضوع اللي بنتكلم فيه هو الانسداد الخلقي الخلفي للانف في الاطفال حديث الولاد. الطفل ممكن يتولد، اول ما بيتولد بيشفط له النيرس او الموجودين في غرفه العمليات، يبتدي يشفط من الانف ويشفط من الفم. بعد كده بيلاحظ ان الطفل ابتدى يزرق منه او مش عارف ياخد نفسه اول ما بيقفل بقه. دي الحقيقه من الحاجات اللي لابد ان يكون المعلومه فيها واضحه جدا بالنسبه للعاملين في العمليات والعاملين في غرفه العمليات، من اطباء التخدير او الممرضات او طبيب الاطفال المصاحب لطبيب الولاد. ده ما كانش عنده القناعه او عنده العلم بان الطفل ده ممكن يكون عنده انسداد خلقي، اختلاف خلقي خلف الانف، ممكن الطفل ده يروح منه. فمفضل ان على طول يتعمل له اير واي، يعني نفس عن طريق الفم. اول ما يبتدي ياخد نفسه من طريق الفم يبتدي اللون بتاعه يتحسن والزرقان اللي موجود يروح. اول ما يقفل الفم تاني يبتدي الحكايه دي تظهر تاني. يبقى على طول ياخد باله ويبلغ الطبيب انه عايز طبيب انف واذن. طبيب الانف والاذن بيحاول يدخل قسطره الاول في الانف ويشوف الانف مفتوح ولا لا. لو القسطره ما دخلتش يبقى يجيب منظار ويبص بالمنظار. منظار الجيوب الانفيه مهمه جدا للاطفال في الحاله دي. وطبعا منظار للاطفال غير يختلف عن منظار الكبار، الحجم بتاعه او المرونه بتاعته. وبالتالي يقدر يشخص ويقول ان الطفل ده عنده انسداد خلقي خلف الانف. والانسداد الخلقي خلف الانف ممكن يتعمل بالمناظير الجراحيه دلوقتي من سن يوم، من سن ساعه، من سن ساعتين. لان لو الطفل قعد فتره طويله من غير ما ياخد نفسه من بقه ولا ياخد نفسه من انفه ممكن يزرق ويبتدي يحصل فيه اختناق، وبالتالي الطفل ده ينتهي بعد الشر. فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا، ومهم جدا ان احنا نشخص بدري، ومهم جدا ان احنا نلجا لطبيب الانف والاذن المتخصص في المناظير. وبفضل الله الجراحات بتتم عن طريق المنظار بنجاح كامل، والطفل كمان ممكن ما يحتاجش انه يدخل عنايه مركزه زي ما كان بتعمل كمان ايام الجراحات عن طريق سقف الحلق او الجراحات الخارجيه. شكرا جزيلا، ربنا يتم الشفاء على خير.